ودلوقتي بينضم لنا عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناة نادي الأهلي المتواجد دلوقتي في استاد مختار التتش، تمرين طبعا الأخير لفريقنا قبل بطولة أو قبل مباراة بكرة في دور الـ16 من بطولة الدوري المصري ممتاز قصاد المقاولين العرب. مساء الخير عليك يا شريف. نور عليك شيماء، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايز طبعا اعرف منك تفاصيل تدريب النهارده واخر الاستعدادات الخاصه بمباراه بكره، المباراه الاولى لينا بعد طبعا فتره كبيره من التوقف بسبب المشاركات في البطوله العربيه وبطوله افريقيا. المباراه الاولى لينا ان شاء الله بكره الساعه 7 مساء قصاد المقاولين العرب في دور الـ16. عايز اعرف منك الاستعدادات عامله ازاي. قلت الاهلي بيستعد للمباراه هامه، بدايه المعترك المحلي الدوري العام. الاهلي حامل اللقب، يسعى للحفاظ على لقب. ممكن الاهلي يتمرن في الساعه 4 عصرا. قبل بدايه التمرين كان في جلسه مع المدير الفني الكابتن محمد يوسف ومدير الكره الكابتن عبد الحفيظ مع اللاعبين، يمكن استمرت حوالي من 4 لـ5 دقائق، اتكلموا فيها عن المرحله المقبله، عن طلق الملف الافريقي والعربي والتركيز فقط في البطوله المحليه، التركيز فقط في الحفاظ على اللقب، التركيز فقط في اسعاد الجماهير الفتره المقبله. يمكن التدريبات التاهيليه كانت مستمره على جانب من الملعب بالكابتن محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، السوليه، ازارو، اجاييه. يمكن التدريبات التاهيليه مستمره طبعا، ان هؤلاء اللاعبين خارج هذه المباراه. يمكن كان في جلسات سريعه ما بين الكابتن شرف الحفيظ مدير الكره والكابتن مؤمن زكريا في الملعب، جلسه بين الكابتن محمد يوسف وهشام محمد، جلسه بين الكابتن محمد يوسف وازارو. يمكن كل ده كان في الملعب على فترات. يمكن كان في اجتماع زي ما قلت لك، كان في اجتماع بعد الاجتماع كابتن طارق سليمان اخذ الثلاث حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وانفرد بيهم في اجتماع حوالي 3 دقائق، وبدا تمرينات الكره وتمرينات الاطالات في الملعب. باقي اللاعبين مع الكابتن حسين عبد الدايم كان بيجروا طبعا تسخين حول الملعب، ثم الاطالات، ثم تدريبات بدنيه، ثم تقسيمات صغيره فيها الضغط على المنافس. بعد قليل هيكون اعلان القائمه. يمكن احنا منتظرين اعلان القائمه، التمرين انتهى منذ حوالي 5 دقائق، فمنتظرين اعلان قائمه اللاعبين اللي هتبات في احد المعسكرات او احد الفنادق للمعسكر لاستعدادا لمباراه الاهلي والمقاولون العرب غدا في 7 مساء باذن الله. طب عايزاك تطمني بقى على حاله المصابين، المفروض النهارده هيكون في اشاعه لوليد ازارو عشان نطمن طبعا عليه ونعرف ان كان هيقدر يشارك بكره في المباراه ولا لا. وليد ازارو خارج مباراه بكره، بعد مباراه بكره هيتحدد عودته. اكيد والمؤكد ان وليد ازارو هيكون جاهز للمباراه المقبله، ولكن وليد ازارو خارج مباراه بكره، خارج مباراه مارينا العرب. لكن باذن الله هيكون جاهز لمباراه بتروجيت يوم السبت اللي جاي؟ هيكون جاهز بنسبه كبيره جدا. يمكن ده تصريحات الدكتور خالد محمود. احمد فتحي ومحمد هاني هيكونوا يعني هيبداوا للتجهيز، غالبا مش هيلحقوا مباراه بتروجيت. سوريا حوالي 12 يوم عشان يرجع، احمد الشناوي امامه حوالي محمد الشناوي امامه حوالي 3 اسابيع على الرجوع. بعد ما ينتهي تدريب النهارده طبعا هيتوجه الفريق للمعسكر عشان لقاء بكره باذن الله. مظبوط، احنا في انتظار دلوقتي اعلان القائمه علشان الفريق يغادر نادي الاهلي بالجزيره، متوجه الى احد الفنادق بمصر الجديده المبيت في ليله المباراه. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي.